إلى دوري الممتاز فريق قناة السويس. دور ال 16 في بطولة الدوري المرتبط وحامل لقبها هو النادي الأهلي، وأول مباراة دور ال 16 اليوم ما بين الأهلي وهيئة قناة السويس. زي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الشاشة ستارت لاين أب النادي الأهلي النهارده: المحترف الأمريكي مايكل تومسون، عمرو زهران رقم زيرو، عمر طارق رقم 55، البوب إيهاب أمين، وأحمد حمدي رقم 33. أما تشكيل نادي أو الستارت لاين أب أو الخماسي المتواجد في نادي هيئة قناة السويس: فودة رقم 11، رقم زيرو ورقم دبل زيرو أحمد جابر، ورقم زيرو حازم غراب رقم 2، محمد صلاح وأجوجو رقم 1، والجامبول والحيازة أهلوية مع البوب إيهاب أمين. إيهاب يسلم لمايكل تومسون ونبدأ على بركة الله أحداث المباراة والكوارتر الأول. مايكل ومعه محمد صلاح، ضغط عليه مان تو مان نادي هيئة قناة السويس. اللعب على الإنسايد استراتيجية أوجوستي، وأول تراي على الباسكت من عمر طارق ما بينجحش في التسجيل. عمر أجوجو يلم على طول ويسلم لصلاح، يبدأ الهجمة لنادي هيئة قناة السويس. لسه محمد صلاح مع الكورة، يسلم لحازم أو حازم غراب اللي بيقف وبيشوط ميديم شوت، وأول تراي على الباسكت ما بينجحش، يلم على طول النادي الأهلي. مايكل تومسون، مايكل يستنى السكرين، ياخد السكرين عمر طارق، يعلق على عمر طارق فوق، وافتتاح أول نقاط أحداث هذا الكوارتر والمباراة عن طريق عمر طارق بتسجيل نقطتين. حازم غراب من نادي هيئة قناة السويس لعمر أجوجو، عمر أجوجو من الهاند أوف، لكن لسه الكرة مع عمر، ياخد السكرين، يحاول يعدي، يقف ويشوط ميديم شوت، ما بينجحش في التسجيل. البوب يلم على طول على الديفنسيف ريباوند ويبدأ الهجمة ويهدى على ملعبه، لا الطريق فاضي بشماله ينجح في تسجيل نقطتين كمان، وأول الأخطاء الشخصية لنادي هيئة قناة السويس على الدبل زيرو حازم غراب. نقطتين والأند وان لإيهاب أمين. ينجح إيهاب أمين في تسجيل الرمية الحرة الأولى، يوسع الفارق إلى 5 نقاط مقابل لا شيء. محمد صلاح من نادي القناة عدى، ياخد سكرين الثاني، لسه مع الكورة، السكرينات بتحدث، توصل لفودة، يقف على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يطلع أوتسايد لصالح النادي الأهلي. أوتسايد أهلاوي حكام لقاء النهاردة كابتن تامر يحيى وكابتن محمد مدبولي، أحمد مدبولي عفوا من منطقة القاهرة، والكابتن محمد حلمي من منطقة الجيزة. ضغط نادي القناة من بداية المباراة. أدي مايكل تومسون واحد من نجوم البطولة العربية. مايكل سلم لعمر طارق، عمر على طول هاند أوف مع إيهاب أمين، إيهاب لعمرو زهران والأوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. على السكند شوت حمدي ينجح فيه الأوفنسيف ريباوند، لسه مايكل تومسون 8 ثواني على 24 ثانية، لكن هنا بيرتكب خطأ شخصي هنا من حازم غراب رقم 11، وتاني الأخطاء الشخصية على فريق القناة. حازم غراب والخطأ الشخصي التاني. أوتسايد أهلاوي 14 ثانية زمن الهجمة، البوب إيهاب أمين يحاول واحد على واحد، يهوش يقف والفيداوي شوت ما نجحش في التسجيل. الريباوند هنا تخبط في فودة أو عفوا حازم غراب رقم زيرو وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمه، 8 دقائق 10 ثواني على انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول. اوتسايد اهلاوي ايهاب امين، لكن قطع عمرو زهران كويس وبيلحق احمد حمدي اللي بيطلع كيك اوت لايهاب امين. مايكل تومسون 4 ثواني وخطا شخصي الثالث على فوده رقم 11 و أوتسايد أهلاوي مرة تانية. مايكل تومسون اللي هيطلع الأوت، مايكل يسلم لإيهاب أمين، إيهاب عايز يخترق ويعمل بنتريشن، يطلع لعمرو زهران واحد على واحد، عمرو بتاعته، عمرو وقف شاط ما نجحش في التسجيل، لكن على طول عمر طارق من أعلى نقطة بليسن كده وينجح في تسجيل نقطتين كمان. لم يفتتح نادي القناة أي أحداث أو أي نقاط في أحداث هذا الكوارتر. صلاح، محمد صلاح لفودة، فودة استنى على طول بيسلم وتراي على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم مايكل مايكل تومسون، مايكل لإيهاب أمين، إيهاب تراي على الباسكت مع عمر معاه أجوجو اللي بينجح ياخد منه خطأ شخصي على عمر أجوجو رقم 1، وأوتسايد
لصالح النادي الاهلي والخطأ الشخصي القادم على نادي القناة برميتين حرتين. ايهاب امين هيطلع الاوت لمايكل تومسون. بدأ الهجمة مايكل، لف له حلوة قوي وفضى نفسه بطريقة حلوة قوي احمد حمدي، لكن ما بنجحش في التسجيل. عمر طارق على السكند شوت واصابة كده، سلامات سبرين انكل لعمر طارق، سلامات لعمر طارق. نشوفها مع بعض في الإعادة. كابتن احمد مدبولي يستدعي الجهاز الطبي، الف مليون سلامة لعمر طارق. ان شاء الله نطمن عليه يعني في اللحظات دي. هقول لحضراتكم لان ما لحقناش نقول تشكيل نادي هيئه قنال. فوده رقم 11، احمد جابر دبل زيرو، عمر اجوجو 1، عمر غنيمه 24، ميدو ابو خضره رقم 7، محمد صلاح 2، الاوني 14، حازم غراب 0، عبد الله ابراهيم 12، مصطفى رزق ناشئ من تحت 20 سنه رقم 34، وخالد مفتاح 21، ومحمود اوشا رقم 55. الإدارة الفنية والقيادة الفنية للكوتش محمد بهناسي، والمدرب العام خالد يسري، والإداري مدير إداري كابتن محمد شوقي، إداري أشرف سعيد. ده تشكيل نادي هيئة قناة السويس. أما تشكيل نادي الأهلي النهاردة، مايكل تومسون رقم 22، مودي الجرحي الكابيتان رقم 10، بودي حسام رقم 1، عمر عزب 3، عمرو زهران 0، عمر طارق 55، أحمد حمدي 33، مهيب رقم 14، إيهاب أمين 4، إبراهيم الجمال 9، وعبد الله ناصر 34، ومؤمن خيري 41، ودول مصعدين من تحت فريق 20 سنة. قام عمر طارق بالسلامة، سلامات لعمر. القيادة الفنية للسنيوري أوجستي جولبي بوش، وعاونه الكابتن أحمد الجرحي والكابتن رامي دياسطي، المدير الإداري هو الكابتن طارق الغنام، والإداري الكابتن وليد الخراط. سلامات لعمر طارق، يعني الحمد لله ماشي كويس. لو تابعناه في الكاميرا كده، سلامات لعمر طارق. بيتلقى التحيه عبد الله ناصر، هو اللي هينزل مكانه دلوقتي، او عفوا احمد مهيب هو اللي نزل مكانه دلوقتي. احمد مهيب هو اللي نزل مكانه، والكره في حيازه نادي القنال. 9 نقاط للاهلي، لم يسجل هيئه القناه ولا نقطة. 7 دقايق 17 ثانية ونرجع للمباراة. محمد صلاح بيبدأ الهجمة، محمد لسه، محمد أجوجو، عمر أجوجو تتخطف ويعمل الستيل، عمرو زهران يسلم لمايكل تومسون على طول بدوره، يطلع على طول باصات سريعة توصل عند إيهاب أمين. إيهاب طلب السكرين، سلم الناحية التانية لسكيب باص عمرو الجندي، عمرو واختراقات عمرو والكيك أوت والأوبن شوت ليه إيهاب أمين، ما بينجحش في التسجيل. على طول يلم محمد صلاح من نادي هيئة القناة، حاول اخترق ووصل ونجح في تسجيل نقطتين، وأولى الأخطاء الشخصية على مايكل تومسون، ورمية حرة إضافية والأند وان والوان مور لهيئة قناة السويس على التنفيذ. محمد صلاح الأند وان لمحمد صلاح اللي بينجح في التسجيل. لسه ضغط نادي هيئة قناة السويس، مايكل تومسون بيوسع ملعبه، هيبدا الهجمه، جاله عمر اجوجو عشان يعمل الدبل دبل تراب، وادي هنا لسه مايكل تومسون، سكريم من احمد حمدي لمهيب، اختراقات مهيب، سلم لحمدي اللي قاطع والسيمي هوك، لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم مهيب مره ثانيه على السكند شوت، لكن يرتكب معاه خطا شخصي من اللاعب حازم غراب رقم 0، ورقم دبل 0 هو احمد جابر. وتو شوتس لاحمد مهيب. مهيب على تنفيذ الرميتين الحرتين، نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. خطأين شخصيين على احمد جابر دبل 0، هو اللي ارتكب الخطا الشخصي، عنده اثنين خطأ شخصي. وادي الرمية الحرة الثانية، مهيب ينجح في التسجيل، 3 رميات حرة استفاد بيهم النادي الأهلي قبل انتصاف اللقاء أو الكوارتر الأول، نجح في تسجيلهم. محمد صلاح لعمر أجوجو، واحد من نجوم نادي هيئة قناة السويس، استنى وسلم لأحمد جابر، أحمد لعمر لمحمد صلاح ثاني لجابر،
حازم غراب عايز يسلم لسه مع جابر، سلم لصلاح، 3 ثواني على 24 ثانية، اضطر جابر يشوط ما بينجحش في التسجيل، يلم إيهاب أمين على طول وبيطلع بالفاست بريك، يسلم لعمرو زهران يهدى على ملعبه عمرو، يسلم لأحمد حمدي تحت الباسكت واحد على واحد، يا سلام لو باص راح وصل بالسيمي هوك ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول جابر اللي بيسلم لأجوجو، أجوجو يبدأ على الفاست بريك يدي الفودة، فودة على الاوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، حمدي عدل غلطته ويلم الاوفنس ديفنسيف ريباوند، ده يوصل لإيهاب أمين لحمدي، حمدي يسلم لمايكل، مايكل وقف ميديم شوت ما نجحش في التسجيل، فودة يلم من نهاية القناة يسلم لصلاح ليه حازم غراب لعمر أجوجو بيطالب بالهدوء لجابر، جابر بياخد لاند اوف مع فودة ويل بصة كده بيك اند رول، لكن فوده او احمد جابر عفوا ما فهمهاش سريعا وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. مايكل تومسون 11-3 وانتصاف الكوارتر الاول، 5 دقائق عدوا من احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول. ايهاب امين بنتريشن ايهاب والبيك اند رول، لكن يعرف السكه على طول حازم غراب اللي بيطلع فاست بريك لفوده، فوده هيعمل ايه فوده؟ وصل لكن هنا مخالفه الاوفنس ديفنسيف اوفنسيف فاول او خطا مهاجم على فودة، يعني بيعملوا معاه بذكاء شديد مايكل تومسون واوت سايد اهلاوي، وفودة يخرج من نادي هيئه القناه في تغيير سريع، وعمرو غنيمه رقم 24 هو اللي بيتولى مكانه. اوت سايد اهلاوي مايكل تومسون من اول ملعب محمد صلاح مش سايبه. ايهاب امين، ايهاب لسه مع الكوره، ايهاب يحاول اخترق يقلب الملعب الناحيه الثانيه لمهيب، بنتريشن اطاله حمدي طلع كيك اوت، عمرو زهران بنتريشن عمرو الباك بيفوت وسريعه وحلوه عمرو زهران، لكن خطا شخصي بيرتكبه دبل زيرو احمد جابر ورميتين حرتين لعمرو زهران. تغيير في صفوف الاهلي، حمدي يخرج ينزل عبد الله ناصر، واعتقد مؤمن خيري هينزل مكان عمرو زهران بعد الرميه الثانيه لو جت. هنشوف عمرو زهران وعلى تنفيذ الرميه الحره الاولى اللي بينجح في التسجيل. 4 دقائق 29 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عمرو زهران والرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل، وتغيير فعلا زي ما قلت لحضراتكم، مؤمن خيري وفي تايم اوت الطلب، مؤمن خيري نزل وخرج عمرو زهران. لكن سريعا كده قبل ما نروح لتعليمات المديرين الفنيين، عمرو زهران، عمرو الجندي، وسيف سمير، مروان سبحان، سيف صلاح، ومحمد ابو النصر، دول الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي، طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل والعوده الى الملاعب سريعا. نسمع تعليمات المديرين الفنيين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. حاجه ثانيه تايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد بهناسي مدير فني فريق هيئه قناه السويس. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي بيمر بخمس اصابات، هم عمرو الجندي، محمد ابو النصر، سيف سمير، مروان سبحان، سيف صلاح. سلامات للاعبتنا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. انتهى التايم اوت، خماسي الاهلي. للي ما كانش متابعنا، مايكل تومسون، مؤمن طارق خيري، احمد مهيب، ايهاب الجندي، وعبد الله ناصر. اما خماسي نادي هيئه قناه السويس، عمر اجوجو وغنيمه رقم 24 محمد صلاح، ورقم 21 نزل دلوقتي خالد مفتاح واحمد جابر. محمد صلاح بدا نادي هيئه قناه السويس والكيك اوت لعمرو غنيمه، عمرو غنيمه قاطع له وياخد السكرين مره ثانيه، عمرو وقف شوت ميديم شوت ما نجحش في التسجيل. على السكند شوت هنا مين؟ على السكند شوت تاني تطلع لعمرو غنيمه اللي بيطلع كيك اوت لعمر اجوجو، عمر بنتريشن عمر مع عبد الله وعمل بلوك، لكن كابتن محمد حلمي قال له عفوا لقد ارتكبت خطا، خطا على او فاول على عبد الله ناصر برميتين
حرتين لصالح هيئة قناة السويس عمر أجوجو على التنفيذ. 5 رميات حرة للنادي الأهلي مقابل رمية وحيدة لنادي هيئة قناة السويس. 4 دقايق و4 ثواني وعمر أجوجو على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. 13-4 لصالح النادي الأهلي. فكر حضراتكم مباراة تقام في دور ال16 أو 16 لدوري المرتبط. والرمية الحرة الثانية ما نجحش في التسجيل. يلم هنا على طول هيئة قناة السويس لكن بلوك حلو قوي من عبد الله ناصر. يبدأ الهجمة النادي الأهلي. مايكل تومسون، مايكل يحاول تقطع في السكة، فعلا تخبط في أحمد مهيب وبتطلع أوتسايد على النادي الأهلي. أوتسايد لقية قناة السويس، الحكم بيطالب بتنشيف أرضية الملعب. سلامات لعمر طارق اللي واضح ان هو رجله خلاص اتحط في التلج، ويعني واضح كده من الشكل العام ان هو مش هيكمل هذه المباراه. عدى صلاح من نهايه قناه السويس لعمر اجوجو. عمر لحازم غراب، خد السكرين من عمر، لسه الكوره مع حازم غراب. طلب غنيمه، بيفضي غنيمه على الثري بوينت اللي شاط ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول مايكل تومسون، مايكل لإيهاب أمين، إيهاب أمين يجري وتراعي على الباسكت كده من عبد الله ناصر اللي بيطلع الكيك أوت، لكن في السكة على طول حازم غراب يقطع ويعمل للسيل، يسلم لعمر أجوجو، واحد على واحد عمر بتمويه حلو، ينجح في تسجيل كمان نقطتين لصالح نادي هيئة قناة السويس. 3 دقايق 5 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول، 13 الأهلي 6 نادي هيئة قناة السويس. مايكل تومسون وهجمة أهلاوية بدايتها، مايكل وسكرين وسكرين تاني. فضة حلوة قوي. عبد الله ناصر، لكن عبد الله ناصر ارتكب مخالفة المشي بالكرة والوكن على عبد الله ناصر. يضغط النادي الأهلي أو بمعنى أصح مؤمن طارق خيري ضغط على محمد صلاح، عدى وصول له مرة تانية. محمد صلاح لسه معاه الكرة. يضغط كويس قوي مؤمن خيري. لا أجوجو، عمر أجوجو ومعاه إيهاب أمين، يسلم لعمرو غنيمة. اخر 5 ثواني في 24 ثانية. ضغط النادي الاهلي، حازم غراب يقف يشوط، لكن هنا قرار الحكم ايه؟ قال يلعب، طلع على طول لمؤمن طارق خيري بعد ما لم عبد الله ناصر. مؤمن طلب السكرين، جال له سكرين بفك حلو قوي، عدى وطلع الكيك اوت لمهيب. مهيب وبتاعت دي شوطة مهيب لكن ما بيرجعش في التسجيل. تراي ثانية من مؤمن خيري ينجح في السكند شوط، لكن يرتكب معاه خطأ شخصي من اللاعب رقم 21 خالد مفتاح، ورميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف النادي الاهلي، خرج ايهاب امين ونزل عمر عزب. المباراه رقم 18 لمستر او السينيوري اوجستي جولبي بوش النهارده، المباراه رقم 18 اقول لكم بالتفصيل، لكن خلينا مع المباراه ونجاح مؤمن خيري في تسجيل الرمية الحرة الأولى. مؤمن خيري على تنفيذ الرمية الحرة الثانية، نجح في التسجيل. ابن الوز عوام، ابن كابتن طارق خيري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمدير الفني الحالي لنادي الجيش ولاعب النادي الأهلي السابق. عمر أجوجو لسه معاه مؤمن خيري، يسلم لعمر عمرو غنيمة. عمرو وقف، عمرو ليه حازم غراب، حازم لسه بيحاول يعمل تراي على الباسكت ويطلع كيك اوت لعمر اجوجو اللي فاضي خالص وبيشوط وبينجح في تسجيل اولى الثلاثات في احداث هذا اللقاء. 5 ثلاثيات أو 5 تراي على 3 بوينت نادي هيئه قناه السويس، نجح في تسجيل واحده ومحاولتين فقط للنادي الاهلي على 3 بوينت ما بينجحش. دي المحاوله الثالثه، مؤمن خيري ما بينجحش ايضا. لم الكره على طول لعمرو غنيمه، ده الفرق الى 6 نقاط. حازم غراب لمحمد صلاح، خالد مفتاح عمل له سكرين، طلع لعمر اجوجو. خالد تحت الباسكت واخد بوزيشن ومعه عبد الله ناصر، شاط اير بول يلم على طول عمر عزب. عمر بيفضي الملعب، مايكل تومسون لعمر عزب، طلب السكرين عمر، راح بيعمل سكرين عمل له عبد الله ناصر، بيسلم لتومسون، تومسون وتراي على الباسكت، بيحاول راح لكن قصيره، يلم على طول محمد صلاح من نهايه القناه، يسلم لعمرو غنيمه، واحد على واحد بيحاول يوصل،
وصل لكن ما نجحش في التسجيل. لكن هنا قال ايه كابتن تامر يحيى؟ قال ان الكره او عبد الله ناصر داس على اللاين وتطلع اوت سايد لصالح حي قناه السويس. 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول، 15 الاهلي 9 هيئه قناه. خالد مفتاح لكن يعمل السيل حلو قوي، عبد الله ناصر اللي بيسلم لعمر عزب وواحد على واحد، عمر وقف وبدا الهجمه مهيب، لقى الطريق فاضي سلم لعبد الله ناصر، الكيك اوت على طول لمايكل تومسون، مايكل واحد على واحد مايكل، لكن بيسيطر على الكره قبل ما يقطع منه محمد صلاح، سيطر على الكره فعلا، محمد صلاح ضغط عليه، مايكل رايح وصل لكن لما ما بينجحش في تسجيل الباسكت وخطا شخصي لصالح مايكل تومسون ورميتين حرتين. رميتين حرتين لمايكل تومسون. أكثر من 5 أخطاء شخصية على نادي هيئة قناة السويس وخطأين فقط في أحداث هذا الكوارتر لي على النادي الأهلي. مايكل تومسون على تنفيذ رميتين الحرتين. 18 ثانية و8 أجزاء من الثانية، 15 الأهلي 9 القناة أو هيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس احتل في دوري المرتبط المركز ال11، أما النادي الأهلي فهو حامل هذا لقب هذه البطولة. نجح مايكل تومسون في تسجيل الرمية الحرة الأولى والرمية الحرة الثانية أيضا نجح في تسجيلها. نسبة النادي الأهلي في الفاول شوتن في أحداث هذا الكوارتر 100%، تغيير خرج مايكل ونزل بودي حسام في آخر 18 ثانية، محمد صلاح وضغط عليه عمر عزب، هنشوف إيه في ال 18 ثانية دول أو في ال 12 ثانية اللي فاضلين. فول بنتريشن لصلاح ويقف لعمر اجوجو اللي بيهوش ويقف ويشوط ميديم شوت في الثواني واللحظات الاخيره، وتاتي معها صافره احداث انتهاء الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي على نادي هيئه قناه السويس بنتيجه 17-9. دقيقتين هي زمن الراحه، نروح نسمع فيهم التعليمات ونرجع لحضراتكم مره اخرى. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الكوارتر الثاني، واللي ما كانش حاضر معانا نهايه احداث الكوارتر الاول انتهت بتقدم الاهلي 17-9، ونبدا على بركه الله خم احداث الكوارتر الثاني. خماسي نادي الاهلي بودي حسام، مؤمن طارق خيري، احمد مهيب، عبد الله ناصر وعمر عزب، اما خماسي نادي هيئه قناه السويس عمر اجوجو رقم دبل 01 ومحمد صلاح اللي معاه الكوره رقم 2، خالد مفتاح، عمرو غنيمة وحازم غراب. هذا لهيئة قناة، وادي أول تراي على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين. اللاعب رقم 21 خالد مفتاح أول نقاط وأحداث الفترة الثانية. مؤمن خيري مع عمر أجوجو، مؤمن عبد الله ناصر واحد على واحد، خالد مفتاح مش سايبه وتراي على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، يلم اجوجو على طول، لازم ننشف شويه يا عبد الله، تراي على الباسكت يبقى اقوى من كده. اجوجو لمحمد صلاح، مفتاح، خالد مفتاح، محمد صلاح مره ثانيه، حازم، حازم غراب، لسه حازم بيحاول بيروح لكن ما قراهاش كويس، يعمل الستيل على طول بودي حسام، بودي بص حلوه قوي المؤمن خيري واول، لا لسه والله حظك وحش يا مؤمن، يلم على كرة على طول الكرة لهيئة قناة السويس، محمد صلاح معاه بودي معاه مؤمن مش سايبه، يسلم لحازم غراب، دفاع قوي من أحمد مهيب، يعمل الستيل لكن يسيطر عليه محمد صلاح، محمد بيحاول يخش يقف ويرتكز ويطلع لأجوجو اللي بيهوش وبيحاول يخترق ويسلم لخالد مفتاح لكن ما بيلحقش وبتطلع الكرة أوت سايد أهلاوي. اوتسايد للنادي الاهلي وتعليمات من السنيوري مس اوجستي بوش غير راضي على الاداء. عبد الله ناصر لبودي حسام، يبدا الهجمه بودي، قلب الملعب الناحيه الثانيه لعمر عزب اللي اخترق وطلع كيك اوت لتوصل لبودي، وبساط سريعه من النادي الاهلي احمد مهيب، لسه احمد على الاختراق لعمر عزب وشوت على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل لكن يحصل على خطا شخصي من عمرو غنيمه لاعب رقم 24 وثلاث رميات حره لصالح عمر عزب.
عمر عزب على تنفيذ الرمية الحرة الأولى. نجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. وسع الفارق إلى 7 نقاط. وادي الرمية الحرة الثانية، عزب ينجح أيضا في التسجيل. والرمية الحرة الثالثة لم ينجح في التسجيل. يلم على طول نادي هيئة قناة السويس، محمد صلاح يبدأ هجمته. يسلم لمفتاح، لصلاح تاني والهاند اوف. السكرينات بتحصل، مفتاح ينزل تحت الملعب ياخد، ينزل تحت وياخد بوزيشن. لسه عمر غنيمة بيدور على على مخرج، وادي صلاح والشوت 3 بوينت. ما بينجحش في التسجيل، والريباوند هنا، لكن هنا في خطأ شخصي على أحمد مهيب من لصالح نادي هيئة قناة السويس. على عبد الله نصر، خطأ على عبد الله نصر. تغيير، خرج عبد الله نصر ونزل أحمد مهيب. أحمد حمدي هو اللي نزل عفوا. وادي رميتين حرتين لصالح خالد مفتاح لاعب هيئة قناة السويس. وادي خالد على تنفيذ الرمية الحرة الأولى، ينجح في التسجيل خالد. والرمية الحرة الثانية على التنفيذ أيضا خالد مفتاح اللي بينجح أيضا في التسجيل. 6 نقاط هي الفارق دلوقتي لصالح النادي الأهلي. بودي حسام، بودي يسلم لمهيب. لمهيب لسه معاه الكرة، بياخد السكرين من حمدي والشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. على طول يلم محمد صلاح لعمر أجوجو تحت الباسكت لخالد مفتاح، قطع له محمد صلاح وتراي على الباسكت، نجح في التسجيل. ده الفرق إلى 4 نقاط لصالح نادي الأهلي. 7 دقائق 20 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. عمر عزب خد السكرين من حمدي، عمر ليه بودي حسام، قلب الملعب الناحية الثانية لمهيب، مهيب تراي على الباسكت، لكن عمر أجوجا ارتكب معاه خطأ شخصي وأوت سايد لصالح النادي الأهلي. إيهاب أمين على التبديل، خرج مؤمن طارق خيري من الأهلي ونزل إيهاب أمين، ونزل هقول لحضراتكم في تغيير أيضا، عمر أجوجو من هيئة قناة السويس خرج، ونزل مكانه رقم 12 إلوني. عمر عزب هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي، تراي 1-1، وصل الكيك اوت لإيهاب أمين على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، وتطلع كرة اوت سايد لصالح نادي هيئة قناة السويس. محمد صلاح من هيئة قناة السويس عدى، لسه محمد صلاح معاه الكرة، خد سكرين الأول والثاني، إيهاب أمين استلمه يسلم دي رقم 7 ميدو، ميدو ابو خضره، ميدو ورايح ميدو، باصه حلو ونجح في تسجيل نقطتين خالد مفتاح من اسيست حلو من ميدو ابو خضره. عد النتيجه واصبح الفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين سكرين من مهيب لعمر عزب، لسه عمر يبحث عن شفره الدخول الى الباسكت، عمر تراي لمهيب على الباسكت، وصل يحاول معاها احمد حمدي اللي ينجح على طول بليسن كده في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى 4 نقاط. 6 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. محمد صلاح مع بودي حسام مش سايبه، بودي دفاع قوي ضاغط، دي سياسه اوجستي. ميدو ابو خضره، ميدو لسه تراي على الباسكت، وصل لكن توصل لعبد الله اللي بيطلع الكره على طول لحازم غراب اللي وقف وشاط ميديم شوت في الثانيه الاخيره من زمن الهجمة، ينجح في تعديل الأوضاع بنقطتين ويضيق الفارق إلى أيضا نقطتين. تغيير في صفوف نادي هيئة قناة السويس، نزل اللاعب رقم 11 فودة مكان محمد صلاح، ونزل أيضا عمرو زهران بدل من أحمد مهيب. فكر حضراتكم عمر طارق أصيب بسبرين أنكل أو التواء في الكاحل، ومن خلال
احنا بنعلق من الملعب بالمنظر اللي احنا شايفينه، مش هيكمل احداث هذه المباراه. عمرو زهران لسه نازل يسلم لإيهاب امين، سكرينات لإيهاب يقف ويطلع كيك اوت، اوبن شوت لعمرو زهران، لكن قصيره ما بتجيش معاها تاني، بيكمل تاني لكن ينجح بعد دخول البنتريشن او الاختراقات انه ياخد خطا شخصي على اللاعب رقم زيرو حازم غراب، ورميتين حرتين. عمرو زهران والرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل. الكوارتر الاول النادي الاهلي 9 محاولات على الفاول شوت نجح فيهم كلهم، وادي المحاوله الثانيه لعمرو زهران ما بينجحش فيهم. 9 محاولات نجح في انه يسجل ال9 محاولات بنسبه 100%، اما الكوارتر الثاني 5 محاولات نجح بتسجيل محاولتين. 3 بوينت لم تشهد احداث المباراه حتى هذه اللحظات سوى ثلاثيه واحده فقط من نادي هيدرا. ليه ان سبورتسمان لايك فاول، ان سبورتسمان لايك فاول على فوده رقم 11 برميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. عبد الله ابراهيم رقم 12 بيتناقش مع الحكم، وايضا ميدو ابو خضره هو بالمناسبه قريب لاعب النادي الاهلي السابق ابراهيم ابو خضره. رميتين لايهاب امين. نجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. انتصاف الكوارتر الثاني 5 دقائق وثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، وايهاب امين على تنفيذ الرميه الحره الاولى اللي بينجح ايضا في تسجيلها، والحيازه اهلاويه 23-19 لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي، بودي حسام هو اللي طلع الاوت، يسلم لايهاب امين، لسه ايهاب امين طلب السكرين من حمدي لعمر عزب، بيقول لحمدي انزل خد بوزيشن تحت، طلع الكيك اوت لبودي حسام، ثلاثات بودي ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ابراهيم عبد الله ابراهيم. عبد الله اللي بيسلم بدوره لحازم، تراي واحد على واحد حازم وبيقطع في السكه. عمر عزب واوت سايد لهيئه قناه السويس. 4 دقائق 34 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. عمر اجوجو من هيئه قناه السويس يدخل ويخرج حازم غراب رقم زيرو. وادي 3 بوينت اولى المحاولات لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ايهاب امين ويبدا الفاست بريك واحد على واحد ويوصل، لكن هنا اتردد وان سبورتس مان لايك فاول على ايهاب امين. ان سبورتس مان لايك فاول على ايهاب امين، رميتين وحيازه لصالح هيئه قناه السويس. على التنفيذ ميدو ابو خضره، شايف كده تعديل في الصفوف، مايكل تومسون هينزل، لكن نشوف بعد الرميتين الحرتين. الرمية الحرة الأولى ميدو أبو خضرة ما بينجحش في التسجيل. وادي الرمية الحرة الثانية. ينجح في التسجيل. مايكل تومسون هينزل ويخرج بودي حسام. وأيضا حصل تغيير، الأوني رقم 14 وأول مشاركة ليه بدلا من خالد مفتاح. وادي فوده هوايته 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم النادي الاهلي ويطلع مايكل تومسون ويبدا هجمته، حاول يستنى اللقطع لكن قرر الاعتماد على نفسه والباك لاب وينجح في تسجيل نقطتين بعد نزوله بحوالي 5 ثواني. يبدا نادي القنال هجمته. ابو خضره، ميدو ابو خضره ياخد السكرين من اوني يسلم للاعب رقم 12 خالد مفتاح، او عفوا عبد الله ابراهيم اللي ينجح في تسجيل نقطتين. ده الفرق الى 3 نقاط 22-25. عمر عزب لعمرو زهران، باصات سريعه من النادي الاهلي تحت الباسكت والانسايد. وادي عمر عزب ونفتتح الثلاثيات، ما بينجحش. عبد الله ابراهيم يلم على طول يسلم لمودي ابو ميدو ابو خضر، ميدو وصل توصل لعبد الله ابراهيم يطلع لعمرو غنيمه، عمرو لسه عمرو
لميدو مخضره قرر اخترق من ميدل طلع الكيك اوت للقوني اللي شاط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل يلم النادي الاهلي على طول عمر عزب يجري بالفاست بريك لكن معهوش حد هيخلص لوحده ولا لا خلص لوحده لا باصه اسيست حلوه قوي لعمرو زهران على طول يسجل نقطتين يوسع الفرق الى 5 نقاط لصالح النادي الاهلي 3 دقائق بالتمام والكمال عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني 27 الاهلي 22 نادي هيئه القناه اي خطا شخص على نادي هيئه القناه برميتين حرتين على طول لسه ميدو مخضره بيدور على اجوجو استلموا على طول لكن هنا باصه اي حاجه من ميدو مخضره وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي تغيير في صفوف الاهلي عمر عزب يخرج ينزل الجيمي ابراهيم الجمال مايكل تومسون 42 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني مايكل لعمرو زهران لمايكل تومسون ثاني مايكل لسه مع الكورة طلب السكرين راح له حمدي والبيك اند رول لكن هنا جيمي لسه نازل واول 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل يلم على طول نادي هيئة قناة السويس يخطف عمرو زهران ويبدأ الهجمة ويطالب بالهدوء يسلم لجيمي ابراهيم الجمال مايكل تومسون مايكل لسه يطلع لحمدي يسلم لعمرو زهران طلب السكرين بنتريشن اختراقات قوي باك ليب نجح في تسجيل نقطتين عمرو علاء زهران لاعب النادي الاهلي 22 29 يوسع الفرق الى 7 نقاط 6 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت ما نجحش في تسجيل ولا محاوله حتى هذه اللحظات لسه الكره مع ميدو ميدو قرر انه يخترق ووصل لكن ما نجحش في التسجيل حمدي على طول بمنتهى الفدائيه يلم الريباوند مايكل تومسون تتعطل في السكه يسيطر عليها لكن اتخطف على طول وميدو لوحده تروح له ويسجل نقطتين خطا كده يعني غير متعمد كلف النادي الاهلي نقطتين بعد ما كان رايح يجيب نقطتين 5 نقاط فارق مايكل تومسون زون 2-3 نادي هيئه قناه السويس في اول تغيير لدفاعاته حتى هذه اللحظات مايكل لعمرو زهران واختراقات عمرو والكيك اوت لإيهاب امين واول 3 بوينت للبوب السوبر ماريو ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات بعد تقريبا يعني 19 دقيقه ميدو ابو خضره لعبد الله ابراهيم الاوني الهاند اوف مع ميدو ابو خضره سكرينات عشان يطلع اجوجو اخر 4 ثواني على 24 ثانيه اجوجو وصل راح نجح في تسجيل نقطتين عمر اجوجو مايكل تومسون واخر 40 ثانيه من احداث الكوارتر الثاني عدى مايكل 30 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني عمرو زهران مع الكوره طرب السكرين لسه اختراقات عمرو بيطلع ليه جيمي ابراهيم الجمال ومن البيز لاين والاسيست حلو لكن ما خبطت في رجل مين خبطت في رجل لاعب هيئه قناه السويس طبقا لاشاره كابتن محمد حلمي وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي تايم اوت بيطلبه السينيور اوجوستي جولبي بوش او الكوتش اوجوستي تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه مفيش هنلعب البيج مان بيج بيج بالراحه الراجل هيروح ياخدها منه عنده هيطلع عجوز يعمل باك سكيب يقول ايه اطلع بسرعه انزل بسرعه انتهى التايم اوت اللي طلبه مستر
جوستي بوش او كوتش جوستي بوش اخر 21 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثاني و14 ثانيه هي زمن الهجمه المتبقيه للنادي الاهلي والحيازه اهلاويه. انتهى التايم اوت وهنشوف تعليمات مستر اوجوستي او كوتش اوجوستي وتعليمات كوتش محمد بهناسي المدير الفني لهيئه قنال. منتومان نادي هيئه قناه السويس. شوف السكرينات او هتخلص ازاي ولا هياخد زمن هجمه كامله، ده اللي هنشوفه دلوقتي. وادي عمرو زهران اللي حجز كويس قوي ووصل ونجح في تسجيل نقطتين. 15 ثانيه هي المتبقيه. ضغط مايكل تومسون يسلم محمد صلاح اللي نزل دلوقتي مكان ميدو ابو خضره. لسه محمد صلاح لكن فعلا يرتكب هنا مخالفه المشي بالكره. محمد صلاح لاعب نادي هيئه قناه السويس 26، نادي هيئه قناه 34، نادي الاهلي. تايم اوت تاني لكوتش اوجوستي. نسمع تعليماته ونرجع لحضراتكم مره تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوستي. شوف الخمس ثواني وست اجزاء من الثانيه، النتيجه 34-26 لصالح النادي الاهلي، 8 نقاط فارق. هنخلص هجمتنا ازاي يا شباب؟ زي ما هنشوف دلوقتي والتعليمات اللي اطلقها كوتش اوجوستي للاعبي. وقفه 2-1-1. عمرو زهران اللي هيطلع الاوت. سكرين ابو خضره. وادي على طول حمدي طول الملعب واحد على واحد حمدي ومعاه القوني، لكن بيحاول كده على الباسكت هي فيها حاجه، لكن على طول تنتهي وتاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم الاهلي 34-26. اعزائي المشاهدين نعود اليكم مره اخرى بعد انتهاء فتره الراحه. كنت معكم معلقكم احمد مناع، الزميل العزيز هيثم السعيد، وضيفه الكريم الكابتن محمد سلعاوي. اليكم الميكروفون. لا في كل مكان شكر خاص للعزيزان الكابتن هيثم السعيد والكابتن محمد سرعوة والاستوديو التحليلي الرائع لكما. ونبدا احداث الفتره الثالثه ان شاء الله، مباراه كره السله دور ال 16 ما بين النادي الاهلي ونادي هيئه قناه السويس، واللي هيكسب ان شاء الله هيبقى الاهلي باذن الله هيقابل الفائز من الاتصالات والجيش في دور الثمانيه. للي كانوا بيسالوا على السوشيال ميديا واللي اتصلوا بينا وقالوا عايزين يعرفوا نتيجة المرتبط، فالفريق تحت 18 سنة بقيادة الكابتن إسلام فاز الفوز رقم 81 ليه في مسار أو مسيرة نادي الأهلي دوري المرتبط. نبدأ على بركة الله أحداث الكوارتر الثالث وخماسي النادي الأهلي. أحمد مهيب، مايكل تومسون، عمر عزب، عمرو زهران، وإيهاب أمين. ماذا قال كوتش أوجوست بوش ما بين الفترتين؟ الحيازه التبادليه الاهلاويه بطل العرب وحامل لقب المرتبط مايكل تومسون. مايكل واول ثلاثيه لكن ما بينجحش في التسجيل. حمدي يلم على السكند شوت وينجح في تسجيل اولى نقاط المباراه. نقطتين للنادي الاهلي. للي ما كانش متابع كانت نتيجه الشوط الثاني 34-26. محمد صلاح لعمر اجوجو. هقول لكم على تشكيل نادي
هيئه القناه وادي تراي كده 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل لهم عمرو زهران وتراي على الباسكت سلم لحمدي لكن تخبط على طول في الاوني وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تشكيل نادي هيئه قناه السويس عمر اجوجو وفوده رقم 11 الاوني رقم 14 محمد صلاح رقم 2 واخيرا خالد مفتاح رقم 21. اوت سايد اهلاوي البوب ايهاب امين ايهاب لمايكل تومسون مايكل والبيك اند رول لكن حمدي كده طعم من ايده وتخبط في عمر اجوجو وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 12 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه 9 دقائق 10 ثواني ونقطتين في بدايه احداث هذا الكوارتر من النادي الاهلي. مهيب حمدي عفوا ل مايكل تومسون الطريق فاضي سلم لعمر عزب والثري بوينت الثانيه ما بينجحش في التسجيل تخبط في اللوحه كده وبتطلع اوت سايد. ما زالت نسبه الاهلي مقلقه. اقرب توقف اقول لكم الاهلي في احداث كل كوارتر شوت قد ايه ثري بوينت ونجح في تسجيل كام واحده. الاوني والهاند اوف مع محمد صلاح من نهايه القناه لفوده فوده لعمر اجوجو اخترق من ناحيه الشمال وصل طلع للاوني الاوني كيك اوت على طول لفوده لسه الكره مع هيئه القناه. محمد صلاح بيفايك وبيشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران على طول على الديفنسيف ريباوند يسلم لمايكل تومسون مايكل بيشاور على التيشيرت الخطه المتفق عليها لكن خطا شخصي هنا على الاوني اللي بيحاول يعترض طريق احمد حمدي انه يعمل السكرين خطا شخصي للنادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع الاوت الاوت اهلاوي نقطتين بس في احداث هذا الكورتر سجلهم النادي الاهلي وافتتح بيهم احداث الفتره الثالثه والكورتر الثالث. ايهاب امين من البيز لاين ايهاب مستني اللي قاطع له دخل من البيز لاين لعمر عزب عمر عزب عنده ثقه انه يشوط ثاني لكن ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران بيلم وبيحاول معها لكن فوده يقطع في السكه والفاست بريك واحد على واحد يوصل فوده ما بينجحش في التسجيل لكن بيعترضوا على طول بخطا شخصي مايكل تومسون وخطا شخصي زي ما قلت لحضراتكم او يمكن ما قلتلهاش لحضراتكم ان اللقاء الثاني ان شاء الله هيكون يوم الجمعه في هيئه قناه السويس في الراوند الثاني سواء المرتبط او الدرجه الاولى وان شاء الله ينجح النادي الاهلي في الفوز ويقابل الفائز من الاتصالات والكش. فوده ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى ولا الرميات الحره للفريق نادي هيئه القناه وينجح ايضا في تسجيل الرميه الحره الثانيه. 37 26 8 دقائق على احداث على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون لإيهاب امين ايهاب يسلم لحمدي تحت الباسكت لكن اعترضوا مفتاح او خالد مفتاح بخطا شخصي واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اولى الاخطاء الشخصيه على هيئه قناه السويس في احداث هذا الكوارتر واوت سايد اهلاوي. احمد حمدي لمايكل تومسون واختراق من البيز لاين عايز يطلع لمين لكن عمر اجوجو يقطع منه كوره وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. تومسون لايهاب امين سكرين من حمدي لسه البوب مع الكوره لمايكل تومسون وصل من بعيد شاط واحده من لعباته في البطوله العربيه الى انهى بيها وكانت قاضيه في ماتش بيروت اللبناني اللي وصلنا للسيمي فاينال امام الاتحاد وكسبنا بيه البطوله. وادي فوده على الثري بوينت ما ينجحش في التسجيل يلم على طول مايكل تومسون عدى مايكل وصل لحمدي واختراق وصل حمدي والسيمي اوكو ينجح في تسجيل نقطتين. حمدي ابتدى الاهلي يشتغل ويلعب دفاعيا وهجوميا. محمد صلاح من نهايه القناه لسه معاه الكوره بيعدي من اثنين سكرين لكن قرر انه يقف ويشوط ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران بفدائيه شديده ينجح في الديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه لايهاب امين والبوب ينجح في تسجيل نقطتين كمان بفص بريك ولا اروع ولا اجمل ولا على طول. كوتش محمد بهناسي يطلب تايم اوت لايقاف تفوق الاهلي بعد ما كان
بعد ما اصبحت النتيجه 42-28. 6 دقائق 53 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. تايم اوت، نروح نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. He's going to create from the direct of run. Good. There is this situation that there I think you're doing right. Like they are saving the double drag, but they if they play the screens like 8 meters from the basket, there is no need to go over. We can go under. Okay? We need to leave. وعندي هنا حاسب غراب ماشي حاسب وعندي هنا فينس كنترولينج ذا ريباوند اند رانينج ايفري تايم. واحد اثنين انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد بهنسي المدير الفني لنادي هيئه قناه السويس. ارتفعت النتيجه 42-28 عزيزي المشاهد اللي ما كانش معانا. 6 دقائق 53 ثانيه ما زال خماسي النادي الاهلي كما هو مايكل تومسون واحمد حمدي، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو زهران. اما خماسي نادي القناه عمر اجوجو، محمد صلاح، خالد مفتاح، فودا رقم 11، واخيرا رقم 0 حازم غراب. الكره لهيئه قناه السويس. محمد صلاح ضغط عليه عمر عزب، اجوجو يسلم الهاند اوف مع عمرو غنيمه تحت الباسكت لخالد مفتاح، بيحاول يلعب واحد على واحد، حمدي مش سايبه، يقطع في السكه ايهاب امين، لكن هنا خطا فعلا طبقا لكابتن تامر، خبطت في ايد عمر اجوجو كده اصبحت حيازتها في هيئه قناه السويس والباك زون على طول لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، عمر طارق نتمنى له الشفاء العاجل، اصيب بسبرين انكل او التواء في الكاحل الوادي. ثلاثيه البوب، ايهاب امين السوبر ماريو ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث هذا الكوارتر. محمد صلاح عدى محمد، سلم لاجوجو، اجوجو لحازم غراب، حازم عدى حازم، بنتريشن وصل بشماله ما ينجحش في التسجيل. عمرو زهران مستولي على الاوفنس ديفنسيف ريباوند ودنك البوب، ايهاب امين ينجح في تسجيل نقطتين بدنك بعد فصل بريك روعه من عمرو زهران. حازم غراب لسه مع الكوره يوسع الفارق 46-28، 18 نقطة هي الفارق. وادي خالد مفتاح والفيداوي ما بنجحش في التسجيل، الديفنسيف ريباوند السادس لعمرو زهران وإيهاب أمين والتانية وتمشي معاه البوب السوبر ماريو ينجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان مرة. كلاكيت تاني مرة إيهاب أمين في أحداث الكوارتر الثالث. عمر أجوجو من هيئة قناة السويس شايف على التبديل عبد الله ناصر، حازم غراب، حازم يسلم تحت الباسكت خالد مفتاح، قطع له محمد صلاح، لكن هنا في خطأ شخصي على حمدي، خطأ شخصي على حمدي، خرج حمدي وهينزل عبد الله ناصر. مستر اوجوستي او كوتش اوجوستي بيلعب باربعه سرعه وبيفوت واحد، مستغل عامل عمرو زهران في الريباوند وقوته. وادي عمر غنيمه والبنتريشن والاختراق وينجح في تسجيل نقطتين، نقطتين كمان لنادي هيئة قناة السويس. مايكل تومسون تعديل الصفوف والتعليمات اتت بنتيجه في احداث هذا الكوارتر للنادي الاهلي. وادي مايكل تومسون وصل لكن يعترض بخطا شخصي على اللاعب رقم 2 محمد صلاح وخطا شخصي ثاني الاخطاء الشخصيه. يخرج عمر عزب وينزل جيمي ابراهيم الجمال من نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، ابراهيم الجمال هو اللي هيطلع الاوت، يسلم لعبد الله ناصر لايهاب امين والبيك اند رول مع عبد الله ناصر، يطلع الكيك اوت لعمرو زهران لكولر اخترق وسلم حلو قوي لعبد الله ناصر، لكن كان عايز يحط دنك واعترضوا على طول عمر اجوجو بخطا شخصي ورميتين حرتين
على نادي هيئة قناة السويس. 19 نقطة هي الفارق. وادي أولى الرميات الحرة لعبد الله ناصر. وأولى الرميات الحرة للنادي الأهلي في الكوارتر ده ما بينجحش في التسجيل. نادي الأهلي في الكوارتر الأول 100% في الرميات الحرة أو الفري ثرو أو الفاول شوت. عبد الله ناصر على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. نجح في التسجيل. تمنتاشر محاولة للنادي الأهلي نجح في تسجيل 12 على الفاول شوت. عمر غنيمة من بعيد شوت لكن لسه تراي وهنا خطأ شخصي فعلا على عبد الله ناصر لاعب النادي الأهلي ناشئ تحت 20 سنة وخطأ شخصي وهنقول لحضراتكم الخطأ الشخصي الكام على عبد الله ناصر. أحمد جابر هو اللي هينفذ رميتين الحرتين لم ينجح في التسجيل. خطأ الشخص الثالث على عبد الله ناصر. وادي الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل. مايكل تومسون نزل دلوقتي مكان عمر عزب. ضاغط نادي هيئة قناة السويس إيهاب أمين بيقول لتومسون اطلع أنت أنا هقوم بالمهمة دي واطلع بالملعب. دبل تيم لكن توصل عمرو زهران عمرو ويعلق ليه عبد الله ناصر وعبد الله يستخدم اللوحة ما بينجحش في تسجيل لكن عمرو زهران وراه على طول بينجح في تسجيل نقطتين بيقول له هنا وأنت راجع أنا معلقها لك لكن خلينا مع المباراة. عمر غنيمة انتصف الكوارتر الثالث 4 دقائق على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث 31-52. وادي أجوجو والميديم شوت ينجح في تسجيل نقطتين 33-52 19 نقطة 3 دقائق 45 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون مايكل عدى مستني عبد الله اللي قطع له طلع لجيمي إبراهيم الجمال طلب السكرين إبراهيم الجمال واختراقات الجمال سلم لعمرو زهران اللي حط الدربلاق حلوة أو استخدم اللوحة وينجح في تسجيل نقطتين. عمرو زهران واحد من اكتشافات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. محمد صلاح لقى الطريق فاضي بيسلم لغنيمة لكن يعترضه بخطأ شخصي مايكل تومسون ورميتين حرتين لصالح عمرو غنيمة رقم 11. عفوا فودة إيهاب أمين خرج ونزل مهيب ونزل عمر عزب مكان مايكل تومسون وفودة هو اللي هي تنفيذ رميتين الحرتين. لعب النادي الأهلي بأسلوبه بطريقته. وادي فودة ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى ونجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. ضغط نادي القناة عمر عزب هو اللي هيقوم بمركز صانع اللعب دلوقتي أو البوزيشن 1 أو البوينت جارد. عبد الله ناصر وباصات سريعة لعمرو زهران ليه يهدي الملعب عمر عزب والبنتريشن وصل عمر نجح عمر سجل عمر بتسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم لعب النادي الأهلي بطبيعته جدا ارتفع الفارق إلى 22 نقطة 34-56. أحمد جابر لمحمد صلاح لفودة فودة عايز يشوط فعلا شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. عبد الله ناصر على طول من اعلى نقطه بينجح في الديفنسيف ريباوند. عمر عزب ليه عبد الله ناصر معلش يا كابتن هيثم اتلخبطت والله مش اكتر. وادي احمد مهيب اختراقات مهيب على مهيب سجل مهيب وخد خطا مهيب والاند 1 لصالح مهيب. خطأ شخصي على عمر أجوجو ورمية حرة إضافية وأند 1 لصالح أحمد مهيب. خرج فودة اللي أنا كنت بقول عليه عمر غنيمة ونزل مكانه رقم 24 عمر غنيمة هو اللي نزل بقى دلوقتي. عمرو زهران خرج أيضا في تغيير ونزل بودي حسام
في صفوف النادي الاهلي، وادي مهيب وينجح في تسجيل الرميه الحره الاضافيه او الاند وان او الوان مور. محمد صلاح عدى صلاح مع بودي حسام، يسلم لجابر، عمر اجوجو، عمر العمر غنيمه، عمرو غنيمه لسه عمرو لعمر اجوجو، تقع منه لكن يلحقها ويسلم لجابر في اخر خمس ثواني في احداث ال 24 ثانيه والرباء والديفنس، لكن بلوك روعه الروعه من عبد الله ناصر، وفاضل ثانيه وحيده على زمن الهجمه، لكن فاضل دقيقه 52 ثانيه على زمن انتهاء احداث الكوارتر الثالث. تغيير في صفوف نادي هيئه القناه، رقم 12 عبد الله ابراهيم بدلا من احمد جابر، رقم دبل زيرو. اوتسايد تاتش بول، لا ما فيهاش دربلايه دي، هي خلاص هنا الحكم بيقول العب، اه لا بيقول هنا الصفره لان ما لمستش حاجه، في اوتسايد طبعا اهلاوي. دقيقه 46 ثانيه، 59 34 لصالح النادي الاهلي. بودي حسام عدى بودي قبل الثمان ثواني، خد السكرين والباك بيفوت بروعه الروعه، وباصة حلوة قوي لعبد الله ناصر، حاول يلحقها لكن ما بينجحش، لكن بيكمل مهيب عليها. واضح ان مهيب كده يعني سلامات. وعمر اجوجو، وادي خطأ شخصي على ابراهيم الجمال. خطأ شخصي على ابراهيم الجمال لصالح عمر اجوجو، ورميتين حرتين لصالح نادي هيئة قناة السويس. رميتين حرتين لعمر اجوجو لاعب نادي هيئه قناه السويس. افكر تاني حضراتكم ان المباراه الثانيه ان شاء الله هتكون في ملعب هيئه قناه السويس يوم الجمعه باذن الله القادم. وادي عمر اجوجو ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. سبع محاولات لنادي هيئه قناه السويس، نجح في تسجيل خمسه واخفق في اثنين، اما النادي الاهلي فمحاولتين، نجح في تسجيل محاوله واخفق في الثانيه. عمر اجوجو ما زالت معه الرميه الحره الثانيه، ينجح ايضا في التسجيل. بريس كما يقول كوتش محمد بهناسي، يضغط نادي هيئه قناه السويس لكن يعدي على طول ويسلم لجيمي لعبد الله ناصر، لقى الطريق فاضي والبيس لاين فاضي واستخدم اللوحه ونجح في تسجيل نقطتين لعبد الله ناصر لاعب النادي الاهلي. 61 36 دقيقه 10 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. محمد صلاح عدى محمد، خد السكرين من عمر اجوجو، لسه محمد صلاح لعمرو غنيمه، عدى من البيز لاين لكن على طول بلوك حلو قوي من عبد الله ناصر، يبدا الفاست بريك توصل لجيمي، قطع عبد الله ناصر ارتكز ولف وسلم لمهيب، مهيب يطلع لجيمي، ابراهيم هوش تراي واحد على واحد، الكيك اوت توصل لمهيب في الاخر ورايح، لكن خطا شخصي يرتكبه. هنشوف مين اعتقد اللاعب رقم 24 عمرو غنيمه برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. عبد الله ناصر يخرج في تغيير في صفوف النادي الاهلي وينزل احمد حمدي. 43 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. مهيب على تنفيذ رميتين الحرتين، ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى. وادي مهيب على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، ينجح ايضا في التسجيل. تغيير في صفوف نادي هيئة القناة، ميدو أبو خضرة بدلا من عمر أجوجو، يضغط النادي الأهلي في آخر 42 ثانية من أحداث الكوارتر الثاني. محمد صلاح مع بودي حسام، عدى محمد قبل الثمان ثواني، وقف استنى هدي على ملعبه ويبدأ هجمته. محمد صلاح لسه معاه الكورة، ارتكز ولف وطلع كيك أوت لميدو أبو خضرة اللي لسه نازل تراي على الباسكت، لكن هنا في خطأ شخصي على عمر عزب لاعب النادي الأهلي. خطأ شخصي على عمر عزب، 29 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. خطأ الشخصي الأول على عمر عزب. وادي ميدو أبو خضرة رقم سبعة، ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى. وادي الرميه الحره الثانيه على التنفيذ ميدو ابو خضره، ينجح ايضا في التسجيل. يضغط نادي هيئه القناه لبودي حسام، عايز يعدي قبل التراب، يسلم لمهيب، مهيب يقف ويسلم الناحيه الثانيه لعزب، يقلب الملعب لسه عزب مع الكوره،
المنتقل حديثا من نادي سموحه عزب لا الطريق فاضي، وصل استخدم اللوحه ما نجحش في التسجيل، يلم على طول ميدو ابو خضره وصل لكن ما بنجحش في التسجيل، وتخبط في ايد مين؟ تخبط في بودي حسام طبقا لاشاره كابتن محمد حلمي، وبتطلع اوت سايد لصالح نادي هيئه قناه السويس. 9 ثواني و4 أجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمرو غنيمه بنتريشن من البيز لاين، يسلم لصلاح الفيداوي شوت ونجح في تسجيل نقطتين واخر ثانيه، لكن الحكم وقف الملعب. يا ترى هنا هنشوف في ايه؟ فاضل ثانية وجزء من الثانية. 23 نقطة، 63 40 لصالح النادي الأهلي. آخر ثانية في أحداث هذا الكوارتر الثالث. عمر عزب ومن بعيد كده بيشوط، لكن تأتي معها انتهاء صافرة انتهاء أحداث الكوارتر الثالث بتقدم الأهلي 63-40. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين ونبدأ أحداث الفصل الأخير والكوارتر الأخير ما بين النادي الأهلي ونادي هيئة قناة السويس على صالة الأمير عبد الله الفيصل من دور الـ16 لدوري المرتبط والحيازة التبادلية لهيئة قناة السويس. محمد صلاح وأقول لكم على التشكيل دلوقتي الـ10 الموجودين في الملعب، لكن خلينا مع المباراة دلوقتي. أدي عمرو غنيمة، ميدو لعبد الله إبراهيم اللي بيحاول يخترق ووصل لكن ما نجحش في التسجيل، لكن ميدو أبو خضرة يطلع كيك أوت يسلم على طول لمحمد صلاح لميدو ابو خضره من البيز لاين وستري بوينت ونجح في اولى الثلاثيات لصالح نادي هيئه قناه السويس. بودي حسام واحمد مهيب واحمد حمدي وعمر عزب وابراهيم الجمال، ده خماسي النادي الاهلي. احمد مهيب لاند اوف على طول مع الجمال او جيمي. بودي حسام لاختراقات بودي من بيهايند باك، وصل باصه ثانيه بيهايند باك بيحاول معاها احمد مهيب، لكن على طول يخطف محمد صلاح ويعمل الستيل والفاست بريك. عبد الله ابراهيم واحمد جابر يطلع الكيك اوت لمحمد صلاح وثري بوينت ثانيه، لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول وادي كمان ثري بوينت ثانيه لصالح نادي هيئه قناه السويس. حازم غراب هو اللي زق الكوره وطلعت الكوره للثري بوينت. بودي حسام تخبط في رجله محمد صلاح رقم 2 وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي 46-63، ثلاثيتين افتتح بيهم نادي هيئه قناه السويس احداث هذا الكوارتر. جيمي ابراهيم الجمال السكرين مع حمدي لعمر عزب، واخد له حمدي تحت الباسكت بوزيشن، لف وارتكب معاه خطا شخصي على عمرو غنيمه لاعب رقم 24. اوتسايد اهلاوي 46-63 لصالح النادي الاهلي. بودي حسام تخبط في ايد محمد صلاح وبتطلع اوتسايد مره ثانيه اهلاويه. عبد الله ناصر وإيهاب أمين على التبديل في اللحظات القادمة. إبراهيم الجمال هيخرج وبودي حسام أيضا هو اللي هيخرج وينزل مكانه إيهاب أمين وعبد الله ناصر. أوتسايد ما زال أهلاويا. إيهاب أمين يطلع لعبد الله ناصر يلف ويرتكز ويسلم لعمر عزب. راح له سكرين. طلب السكرين، جاله السكرين والبيك اند رول، يسلم لحمدي اللي فاضي تماما وبنتريشن من الميدل ويوصل وينجح في تسجيل اولى النقاط. اولى النقاط الاهلاويه لاحمد حمدي يفتتح بها ويقص بها شريط افتتاح الكورت الرابع. محمد صلاح لعمرو غنيمه. عمرو بنتريشن طلع كيك اوت لصلاح تاني في البيز لاين مع عمر عزب، يسلم لعبد الله ابراهيم وراح ووصل لكن ما نجحش في التسجيل، حمدي معاها لكن توصل عمر عزب في النهايه. عمر عدى بالملعب، هو اللي ماسك الملعب دلوقتي بوزيشن 1. عمر عزب لسه عمر
طلب السكرين من عبد الله ناصر على بالملعب الناحيه الثانيه السكيب باس لإيهاب امين. عبد الله ناصر تحت الباسكت عايز يعمل كده جيف اند جو لكن كانت اسرع من احمد حمدي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي هيئه قناه السويس. 7:40 اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه. محمد صلاح عدى بعد اخذ السكرين سلم لحازم غراب. حازم لميدو ابو خضره. ميدو لسه ميدو مع الكوره اللي نجح في تسجيل ثلاثيه في اول احداث الكورت الاول الثاني الرابع عفوا. عمرو غنيمه طرايع على الباسكت لكن ما بتجيش. لما على طول ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب عدى ايهاب لسه الكوره مع ايهاب لعبد الله ناصر لمهيب مع السكرين عايز يلعب واحد على واحد. عبد الله ناصر استغل بقى الميس ماتش هنا فعلا استغل. عبد الله ناصر وصل نجح خد فاول كاونت ولاند وان لعبد الله ناصر. لسه بقول له لمهيب استغل الميس ماتش. يعني ايه ميس ماتش؟ يعني عبد الله ناصر كلاعب طويل ماسكه كان ميدو طه ميدو عفوا مش ميدو طه ميدو ابو خضره استغل ان هو قصير بالنسبه له ونجح فعلا ان ياخد الباسكت كاونت والاند وان. وتراي على الباسكت من ايهاب امين البوب. ايهاب امين ينجح في تسجيل نقطتين لكن بعد ما ضيع عبد الله ناصر الفاول شوتنج او الاند وان. نقطتين كمان النادي الاهلي 69-46 لصالح النادي الاهلي. محمد صلاح لعمرو غنيمه. عمرو تراي على الباسكت وصل طلع كيك اوت لميدو ابو خضره من البيس لاين مره ثانيه بيحاول يوصل عمرو غنيمه فعلا وصلت. وقف عمرو ميديوم عمرو شاط عمرو ما نجحش. عمرو يلم حمدي على طول ويطلع لايهاب امين. ايهاب يقف ويهدى على ملعبه يبدا هجمته يسلم لعمر عزب اوبن شوت على 3 بوينت ينجح عمر عزب في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث هذا الكورتر. تايم اوت يطلبه كابتن محمد بهنسي. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه لكن افكر حضراتكم بالنتيجه 72 الاهلي 46 هيئه قناه السويس. نسمع التعليمات مره ثانيه ونرجع لحضراتكم. تايم اوت اللي طلبه الكابتن محمد بهنسي المدير الفني لهيئه قناه السويس. نتيجه ثانيه افكر حضراتكم 72-46 نادي هيئه قناه السويس لم ينجح في تسجيل سوى تسجيل 6 نقاط في تقريبا 3.5 دقائق في احداث هذا الكوارتر. اما النادي الاهلي فنجح في تسجيل 9 نقاط حتى هذه اللحظات من 63-72. اما نادي هيئه قناه السويس من 40-46. نرجع تاني للمباراة. خماسي الاهلي عمر عزب ايهاب امين احمد حمدي عبد الله ناصر واحمد مهيب. اما خماسي نادي هيئة قناة السويس محمد صلاح عمر اجوجل لسه نازل عبد الله ابراهيم ابو خضرة وحازم غراب. وادي اختراق لمحمد صلاح لكن يحصل على خطأ شخصي على عمر عزب. خطأ شخصي لصالح نادي هيئة قناة السويس. 6:16 على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. حازم غراب لعمر اجوجو. عمر لابو خضرة بيلف له على طول محمد صلاح. سلم لعبد الله ابراهيم تحت الباسكت. حاول يلعب واحد على واحد ومعاه عبد الله ناصر والباك بيفوت لكن يعمل السيل حلو قوي عبد الله ولسه محاولات كده تنتهي عند محمد صلاح اللي بيشوط في الثواني واللحظات الاخيره ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول احمد حمدي يسلم ليه ايهاب امين. عمر عزب يقود الملعب لايهاب امين والهاند اوف مع ايهاب لعمر
عمر لسه مع الكورة، يقلب الملعب الناحية الثانية للبوب، البوب على 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، تخبط في سن الحلقة وتطلع أوتسايد لصالح نادي هيئة قناة السويس. تغيير في صفوف نادي هيئة قناة السويس، خرج حازم غراب رقم 0 ونزل فودة رقم 11. محمد صلاح عدى بالملعب، صلاح لسه مع الكورة، محمد جاله سكرين اخترت ارتكز طلع اليمين ابو خضره اللي وصل هو كمان شاط ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عبد الله ناصر يسلم لعمر عزب يبدا الهجمه، عمر عدى بالملعب بدا الهجمه طلب السكرين لكن عدى لعبد الله ناصر اللي خد الكره كده وحلوه قوي لكن بيعترضوا عبد الله ابراهيم بخطا شخصي، كان قاطع عبد الله ناصر بطريقه حلوه قوي، وادي خطا شخصي على عبد الله ابراهيم او عبد الله ابراهيم رقم 12 ورميتين حرتين لعبد الله ناصر. خرج احمد مهيب رقم 14 ونزل مؤمن طارق خيري، مؤمن طارق رقم 41، هو عبد الله ناصر من ناشئي تحت 20 سنه زي ما قلت لحضراتكم احدى اكتشافات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عبد الله ناصر وادي الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل، عبد الله ما زال على التنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما بينجحش ايضا في التسجيل، حمدي يلم كده لكن توصل لميدو ابو خضره يبدا الهجمه، ميدو عدى بالملعب يسلم لمحمد صلاح لعمر اجوجو، عمر الهاند اوف على طول مع فوده، فوده لسه وقف شاط نجح في تسجيل ثلاث نقاط، فوده ثلاث ثلاثيات من اصل اربعه لنادي هيئه قناه السويس وثلاثيه وحيده للسوبر ماريو ايهاب امين للنادي الاهلي. وادي عمر عزب لمؤمن طارق خيري منتظر ثلاثياته، عمر عزب فيك حلو قوي عدى وصل وتراي على الباسكت لكن خطا شخصي هنا بيرتكب معاه من اللاعب محمد صلاح رقم 7 او عفوا ميدو طه رقم ميدو ابو خضره رقم 7 ورميتين حرتين لعمر عزب. تغيير في صفوف نادي هيئه قناه السويس، اوشا او محمد اوشا محمود اوشا هو اللي بينزل في اول مشاركه ليه رقم 55 ويخرج عبد الله ابراهيم رقم 12. فكر حضراتكم مره ثانيه اللقاء الثاني ان شاء الله هيبقى يوم الجمعه، وادي عمر عزب على تنفيذ الرميه الحره الاولى اللي بينجح في تسجيلها 73-49 24 نقطه فارق، وادي الرميه الحره الثانيه ما نجحش في التسجيل يلم اوشا على طول، خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو او الفاول شوتنج ينجح في تسجيل اثنين فقط. فوده لسه مع الكوره وادي استطاع الاختراق لكن لما استطاع التسجيل يلم على طول عبد الله ناصر يسلم لايهاب امين، ايهاب عدى ايهاب وصل لسه الطريق فاضي عايز يطلع لعمر عزب، فعلا طلع لعمر عزب، عمر عزب بيبدا الهجمه من اول وجديد، ايهاب امين ايهاب لسه مع الكوره خد السكرين عبد الله ناصر والبيك اند رول لكن يطلع لحمدي والثري بوينت حمدي لكن قصيره توصل لعمر اجوجو على طول، عمر اجوجو خد السكرين من اوشا وقف شوت 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاثيه كمان لنادي هيئه قناه السويس، ثلاثيه اجوجو، عمر عزب يبدا بالملعب يسلم لايهاب امين، ايهاب لعبد الله ناصر تحت الباسكت اوشا معاه يلف عبد الله ناصر لكن هنا ايه؟ هنا في مخالفه او خطا شخصي على اجوجو او عفوا اوشا محمود اوشا رقم 55 اول سنه درجه اولى ورميتين حرتين لعبد الله ناصر كده 21 نقطه فارق 3 دقائق 20 ثانيه على انتهاء احداث الكورت الرابع والمباراه 73-52 عبد الله ناصر على تنفيذ الرميتين الحرتين لم ينجح في تسجيل الثالثه لعبد الله الاثنين اللي فاتوا ما سجلهمش وادي دي الثالثه عبد الله ناصر على تنفيذ الرمي الحره الثانيه ما ينجحش ايضا في التسجيل اوشا يلم يسلم لاجوجو على طول
لسه الكرة مع صلاح بوينت جارد نادي هيئة قناة السويس. صلاح لسه مع الكرة يسلم لأبو خضرة أو ميدو. أبو خضرة ميدو لسه مع الكرة أيضا بيحاول يخترق لكن بيعترضوا على طول. مؤمن طارق خيري بخطأ شخصي وأوت سايد لصالح نادي هيئة قناة السويس. تغيير في صفوف الأهلي، خرج إيهاب أمين ونزل بودي حسام. محمد صلاح ليه ميدو أبو خضرة لعمر أجوجو. عمر خد الهاند أوف مع فودة، اخترق فودة من الميدل لكن بيحاول كده، لكن واقف له عبد الله ناصر بالمرصاد وادي الفص بريك لحمدي، وحمدي ينجح في سلام دانك. بوم سلام دانك لحمدي اللي بيشهد تألق هذا الموسم من بدايته. المباراة 18 للنادي الأهلي في هذا الموسم وعلى العهدة الكوتش أوغستي بوس، 17 فوز حتى هذه اللحظات، والنهاردة المباراة 18 فوز بإذن الله. وادي صلاح تراعي على الباسكت، يستخدم لوحة وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي هيئة قناة السويس. بودي حسام هقول لكم كمان ترتيبة المباريات اللي بدأها مستر أوغستي بوش أو كوتش أوغستي بوش لكن بعد هذه الهجمة. وادي عمر، لكن عمر عزب، لكن يعني حظه وحش وتراي تاني على الباسكت، لكن عمر المرة دي بيكملها وبيعتذر للكوتش أوغستي بعد ما عبد الله ناصر كده ضيع الهجمة. أبو خضرة لفودة على الأوبن شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم تاني أبو خضرة لعمر أجوجو بيهوش يخترق من الميدل لكن بيعترضوا بخطأ شخصي عبد الله ناصر ورميتين حرتين. زي ما قلت لحضراتكم دي المباراة رقم 18 في عهد كوتش أوغستي بوش. لعب 5 مباريات في بطولة منطقة القاهرة واستطاع أن هو يحصل عليها بدون هزيمة، ثم بدأ المشوار في البطولة العربية بـ6 مباريات ووصل إلى المباراة النهائية واستطاع الفوز بأول بطولة عربية تدخل خزائن النادي الأهلي. عمر أجوجو ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. والنهاردة دور التمهيدي 3 مباريات رايح و3 مباريات جاي، قدر أيضا أن هو ينجح في الفوز ودي المباراة رقم 18. نجح أجوجو في تسجيل الرمية الحرة الثانية. مؤمن خيري يبدأ الهجمة، بودي حسام، خرج عمر عزب ونزل إبراهيم الجمال. وادي جيمي يحاول، جيمي علق حلو قوي عبد الله ناصر. رايح فين يا عبد الله؟ رايح فين يا عبد الله؟ الباسكت على طول فوقيك، يعني كان شكلها كده يعني عدم تركيز بس من عبد الله، لكن مفيش حاجه خالص. نرجع ونكمل المباراه. دقيقه 24 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. النتيجه 77 56 21 نقطه. وش هيسلم لاجوجو؟ اجوجو عدى معاه مؤمن خيري. اجوجو الهاند اوف مع محمد صلاح لسه مؤمن خيري، لكن هنا محمود اوشا يرتكب اوفنسيف فاول على مؤمن طارق خيري والكره في حيازه النادي الاهلي. دقيقه 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراه. بودي حسام 77 56 الخطا الشخص الثاني على اوشا. لسه بودي حسام مع الكره، بودي والسكرين عدى وهوش وطلع لجيمي، جيمي وثلاثات جيمي، جيمي وثلاثات جيمي، هارد لك يا جيمي، ما بينجحش في التسجيل على طول، فص بريك سريع لفوده وينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي هيئة قناة السويس. فص بريك سريع، اخر 45 ثانية، مؤمن خيري لبودي حسام، طلب السكرين، عدى الكيك اوت، وصل، نجح في تسجيل نقطتين بودي حسام. 58 القناة، 79 الاهلي، 30 ثانيه بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوره الرابع والمباراه. محمد صلاح مع بودي حسام مش سايبه، دفاع قوي لعمرو غنيم اللي شوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، على الديفنسيف ريباوند على طول عبد الله ناصر بيسلم لمهيب، مهيب واختراقات مهيب من البيز لاين، لكن هنا اوفنسيف فاول على احمد مهيب. اوفنسيف فاول و15 ثانيه على انتهاء الكوارت الرابع. 58 القناة، 79 الأهلي. مبروك للنادي الأهلي، خطوة في طريقه إلى تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي، وهو لقبه من الموسم الماضي
الدوري المرتبط. إن شاء الله موعدنا في يوم الجمعة بإذن الله. وادي الثلاثية من محفودة وتأتي معها صافرة انتهاء أحداث الكورتر الرابع والمباراة بفوز النادي الأهلي 79-61. مبروك للنادي الأهلي، مبروك للاعبين النادي الأهلي وجهازه الفني. خطوة الثانية إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هتبقى يوم الجمعة في هيئة قناة السويس في دور 16، والفائز بإذن الله اللي هو إن شاء الله يبقى النادي الأهلي هيقابل نادي الاتصالات الفائز من الاتصالات والجيش. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، لكم مني جزيل الشكر، الزميل العزيز هيثم السعيد وضيوفه الكرام، إليكم الميكروفون.